وهذه القصة تقول: مرة كنت مسافرة مع زوجي وعيالي للبوسنة، وكنا في العشر الأواخر من رمضان. استأجرنا فيلا جميلة وكاملة من جميع النواحي. طلعت للسوبر ماركت وأخذت أغراض الفطور المغرب تكفي 3 أيام، وصلحت أنواع الطبخات لكل واحد اللي يحبه، ورتبت طاولة الطعام من طقم السفرة اللي موجود كانت جميلة. وعلى أذان المغرب دار حوار بسيط بيني وبين عيالي، لما شافوا السفرة وترتيبها وأنواع الأصناف عليها قالوا: ماما السنة الجاية نجي للبوسنة ونسكن نفس هذه الفلة. قلت بالحرف الواحد: لا، السنة الجاية رمضان في بيتنا الجديد. وأذن المغرب، ولعل الله من سابع سماء قال وجبت، وأفطرنا. وجات السنة الجاية والله يهيون إني سكنت بيتي الملك في غرة شهر رمضان أول ليلة سحرنا فيه. وطبعا بدينا تأثيث البيت، ودخلت مع عيالي محل أثاث الطاولات الطعام. على طول ولدي الكبير يقول لأخته: تذكرين العام في البوسنة؟ نقول لأمي نبي نستأجر نفس الفلة السنة الجاية في البوسنة، قالت: لا، رمضان الجاي في بيتنا الجديد. والله عيالي يذكروني وأنا ناسي الدعوة. سبحان الله، قال في نفس اللحظة وجبت، وهذا أنا في بيتي. الدعوة كانت عابرة وعفوية، بس لحظة إفطار مع دعوة مسافر في رمضان شيء جميل جدا. يا أخي أنا فرحت، أنا فرحت أكثر من عيالك شكلي، ما شاء الله. عشان كذا الواحد دايم يدعي في كل وقت، وعلى أي هيئة كان فيها، مسافر على طهارة مو على طهارة، أي مكان هو، خلي لسانك. يا بنات، في مرة نصحني شخص زين، وهذه النصيحة ما الذهب تكتب، لأني فعلا كنت غافلة عنها والآن بقولها لكم. قال: قبل لا تنامين زين توضي وصلي، لا تطولين بالصور، يعني لا تقرين نص القرآن، لا تقرين، اقري أي صور خفيفة، ركعتين بس، أي صور خفيفة، لا تطولين في الحمد ولا في قراءة ما تيسر من القرآن، أي شيء اقري اللي فوق. بس يقول: إذا ركعتي أو إذا سجدتي اركعي 5 إلى 7 دقائق، أو اسجدي 5 إلى 7 دقائق. الآن يقول إيش في السجود تقولين؟ الآن أنت إذا تكلمين صاحبتك مضايقة من شيء، يمكن تقعدين نص ساعة تقولين له وش مضايقك. وحنا في دعائنا مع الله اللي هو عنده كل الحاجات حقتنا اللي في الدنيا كلها عند الله موجودة، وحنا ناخذ ساعات وحنا نكلم تشتكين لأختك ولا لصديقتك ولا المدري مين، تقعدين ساعة نص ساعة وأنت تتكلمين، صح؟ يقول نفس الكلام هذا اللي هو مضايقك أو أحلامك اللي أنت تحلمين فيها، اسجدي وقوليها. خلي سجدتك كل سجدة خليها 5 دقائق 7 دقائق، سولفي مع ربك اللي تبين، اللي في خاطرك كله سولفي معاه، سولفي معاه أبد: والله أنا أبي كذا ومحتاجة كذا، والوضع ما أدري شلون صاير، ويا ربي أنا صابرة بس أنا منتظرة فرجك، ويا ربي تراني أبي كذا وأبي كذا وأبي. والله يا بنات سويتها، صرت أسجد آخر يومي خلاص، يعني بنام قبل أنام بنص ساعة كذا، أفرش سجادتي، وصرت أتحمس حتى متى وقت النوم عشان أسوي هذا الشيء، اللقاء الحلو اللي بيني وبين ربي. أسجد 7 دقائق، أقول يعني يجي على بالي مين؟ كل أحد. تخيلوا يعني التطويل في السجود، لما تطولين في الدعاء يا بنات تخيلي، تذكرين الأموات تدعين لهم، تذكرين الأحياء تدعين لهم، تذكرين المسلمين اللي تبي تحمل واللي تبي تتزوج. 7 دقائق تخليك تدعين مو لنفسك وبس، وللي حولك والخواتك والإخوانك والعيالك والخالاتك والجيرانك 7 دقائق مرة طويلة. ما انتبهت أن 7 دقائق طويلة إلا لما صرت أسجد وأدعي، كأنها طواف بالكعبة من طولها، يعني مش الطواف نقول فيه كل شيء ندعي فيه، سبحان الله. نفس الركعة السجدة اللي تكون 7 دقائق، جربوها بنات، حتى سبحان الله شعور الراحة لما تقومين كذا تحسين خلاص الله أنا قلت كل شيء لربي، مبسوطة أنا قلت كل شيء لربي، أنا مرة فرحانة. تحط